السلام عليكم. واش فاسكم بان الدماغ ديالنا فيه اكثر من 86 مليار خليه عصبيه؟ وهاد 86 مليار خليه عصبيه كيخلي ان كل خليه عصبيه تقدر دير اكثر من 14000 ارتباط، بما عندنا تريليونات ديال الارتباطات. اذا الا فهمنا هذه المساله هذه غنفهموا بانه ما كاينش شي واحد عبقري وشي واحد مكلخ، لانه الدماغ ديالنا والطريقه اللي تنطفوا بها التعلم في الدماغ ديالنا هي تخلق الفرق بين الناجحين وبين الفاشلين. واش يعني انه المنظومه التعليميه والمدرسه والبيئه اللي نعيشوا فيها هي تتخلي ان القدرات ديالنا ديفلوب تطور بزاف او تخليها تنكمش ترجع للوراء؟ لان اذا فهمتي كيفاش يشتغل الدماغ ديالك انت اللي غتقدر تصنع التغيير اللي باغي، ماشي شي واحد اللي غيصنعه، لانه الفهم والادراك ديالنا الواقع ديالنا والعقل ديالنا هو بدايه ديال التغيير. اذا خصنا كلنا نبدا نقراو الفلسفه والعلوم الانسانيه باش نفهموا كيفاش تتشكل الافكار ديالنا وكيفاش يتشكل الوعي ديالنا وكيفاش تتشكل الافكار المزيفه والافكار الحقيقيه. لان كل ما قريتي بزاف في هذا المجال هذا كل ما درك شنو هي نقاط القوه عندك، الافكار اللي عندك قويه والافكار اللي خصك تجاوزها لانها دغمائيه او لانها افكار خاويه ما غتفيدك في حتى شي حاجه. وتبارك الله عليكم.